قعدتنا فيه صباح الخير يا مصر. دايما بيكون عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن دايما بنبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن ابرزها تهنئه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب وحكومه نيجيريا على انجاز الانتخابات الرئاسيه والنيابيه. ايضا الحكومه نفت الشائعه اللي ترددت على السوشيال ميديا حول تصفيه احد المصانع وخروجه من السوق المصريه. صحيح، وايضا امبارح هيئه الرقابه الماليه أصدرت عدد من القرارات لتحسين بيئة الأعمال ولمساعدة الشركات على تطوير أعمالها. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بأخلص التهاني للشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، واللي بتمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة. كمان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينيوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا، متمنياً له التوفيق والشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشور من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، ولم يتضمن ذكر أي بيانات بتخص المصنع أو صاحبه أو ماهية إنتاجه، مناشداً المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر. امبارح استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد القيد بجداول البورصة تسمح لاختصار الوقت اللازم لزيادة رأس مال الشركات المقيدة، وسمحت التعديلات كذلك للجمعية العمومية للشركات بتفويض مجلس الإدارة لإتمام ومتابعة زيادة رأس مال الشركة، وده وفق برنامج زمني وعلى شرائح وبحد أقصى مثل رأس المال المصدر. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها تدشين 6 شركات ناشئة في مجال الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو، وده في محافظة الوادي الجديد. وكان في افتتاح معرض أهلا رمضان في كفر الزيات بمحافظة الغربية. كمان كان في محافظات مصر إطلاق قافلة متكاملة لقرية المعصرة في ملاوي بالمنيا، وتنفيذ برنامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراكز شباب جنوب سيناء. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي تم فيها تدشين 6 شركات ناشئة جديدة في إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية المنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو، واللي بيهدف لاستدامة النظام البيئي الزراعي وتعظيم الاستفادة من المقاومات البيئية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية. في الغربية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة كفر الزيات، واللي بيوفر السلع بأسعار مخفضة، وبكده بيوصل عدد معارض أهلاً رمضان 15 معرض داخل كافة المدن والأحياء بالمحافظة. في قنا تم افتتاح محطة رفع صرف صحي رقم 1 ضمن مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة نقادة بتكلفة 275 مليون جنيه، والممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في إطار الاحتفال بعيد قنا القومي. المشروع بيخدم مدينة نقادة والقرى التابعة ليها، والبلغ عدد سكانها 184 ألف نسمة. في المنوفية قام المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بتوفير 40 فرصة عمل بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الماضي، وده من خلال تنفيذ 21 مشروع بتمويل أكثر من 6,836,000 جنيه. في أسوان هيتم النهاردة افتتاح الدورة 7 من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، واللي بيقام خلال الفترة من 5 وحتى 10 مارس الجاري بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان. في جنوب سيناء نفذت مراكز الشباب على مستوى المحافظة المشروع القومي للموهبة من أجل اكتشاف المهارات والمواهب الموجودة لدى شباب وفتيات جنوب سيناء، بجانب تنفيذ عدة برامج داخل مراكز الشباب لتنمية مهارات النشأ.
في جامعة المنيا تم تنظيم قافلة بيئية متكاملة لقرية المعصرة بمركز ملاوي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وشملت تقديم خدمات طبية وتوعوية وبيطرية، وده في إطار مشاركة جامعة المنيا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي 20 طبيب من 4 جامعات، هي الأزهر، القاهرة، المنصورة والزقازيق، لتقديم الخدمة العلاجية والعمليات الجراحية بالمجان لأهالي شمال سيناء.